بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين سيدنا وشافع ذنوبنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وبعد فقد قال مولانا وسيدنا وإمامنا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله عليه إن لله حرما وهو مكة وان لرسول الله حرما وهو المدينه وان لامير المؤمنين حرما وهو الكوفه وان لنا اهل البيت حرما وهو بلده قم وستدفن فيها امراه من اولادي تسمى فاطمه فمن زارها وجبت له الجنه ارحب بكم مره اخرى ايها الاحبه في رحاب سيده جليله من سيدات اهل البيت سلام الله عليهم كريمه من كريمات اهل البيت عقيله من عقائلهم صلوات الله عليها مولاتنا فاطمه المعصومه المدفونه بمدينه قم المقدسه في سلسله من الحلقات في رحابها ندرس تاريخها وتراثها وبحق الخوض في تراث هؤلاء الطاهرين وخصوصا هذه السيده تعد رحله شيقه ممتعه وفي نفس الوقت حزينه وقصيره. اقول شيقه وممتعه لان حياتهم هي امتداد لحياه جدهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. ولانها مشحونه بالمثل والقيم والمبادئ صلوات الله عليهم. اقول قصيره لأن عمر هذه السيدة لم يتجاوز ثمان وعشرين عاما كما أسلفنا في حلقة سابقة ولدت سنة مئة وثلاثة للهجرة وقبضت مسمومة دس إليها أجناد المأمون وجنوده السم بمدينة ساوة حتى استشهدت بقم المقدسة في سنة 201 وواحد يعني من مئة وثلاثة إلى 201 وواحد عاما في ريعان الشباب وغضارة العمر إذا قصيرة لهذا السبب ولربما قصيرة أيها الأحبة هذه الرحلة وهذه الحياة الكريمة لأن التاريخ جفى أهل البيت في حين التاريخ اللي يذكر قصص المغنيين وأشعارهم وما نالوه من الحظوة والحبوة عند فلان حاكم وحاكم من العباسيين والأمويين ويذكر حتى ألحانهم ولياليهم الحمراء ومجونهم وفجورهم يسدل ستارا غبيا على هؤلاء الافذاذ، على هؤلاء العظماء والعظيمات من اهل البيت، فلم يحدثنا الا النزر، الا اليسير، مع ذلك ايها الاخوه هذا النزر، هذا اليسير، هذا القليل هو في الواقع فيه الكوثر، فيه الخير الكثير، هذا المنبع الصافي اللي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رحلة قلت حزينة لأن مليئة بالأسى بالحزن بالفراق بالدموع سيدتنا صلوات الله عليها فاطمة المعصومة أسلفت ولدت سنه 173 في الواحد من ذي القعده من سنه 173 التاريخ الكوليني في الكافي يذكر ان هارون لما اعتمر عمره في رمضان وعزم على الحج اجى الى المدينه القى القبض على الامام موسى بن جعفر والدي فاطمه المعصومه صلوات الله عليهما تحديدا يذكر الكوليني في الكافي 20 شوال من سنه 179 يعني عمر فاطمة المعصومة عليه السلام يوم ذاك أيها الأخوة يعني ست سنوات إلا أياما عشرين شوال سنة مئة وش وقت؟ وتسعة وسبعين هي مولودة واحد ذي القعدة من سنة مئة وثلاث وسبعين يعني معناه أنها كانت ستة سنوات إلا عشرة أيام منذ ذلك التاريخ منذ ذلك الحين حرمت من والدها حدثتكم في حلقة سابقة من والدها والدها موسى بن جعفر باب الحوائج صلوات الله عليه حرمت من والدها ولها من العمر ست سنوات فقط أخذه هارون في قب في قصة معروفة على قبة على حمار بنى عليه قبة قصة معروفة حمار أخذه إلى البصرة وحمار أخذه إلى الكوفة ليوهم الناس مع أجناده في قصة معروفة دجل الحكام العباسيين وظلم أم لأهل البيت وأنا أشرت في حلقات ماضية إلى قرصنتهم السياسية كانوا دكتوراه في القرصنة هم قاموا بثورتهم أظهروا التشيع اظهروا حب اهل البيت حتى ما اذا استتبت لهم الامور استخدموا سياسه كتم الانفاس بل سياسه الاباده الجماعيه لاهل البيت. شنو سوى المنصور؟ هارون التأريخ يذكر عنه تتبعهم تحت كل حجر ومدر. اخو المعصومه فاطمه اخو المعصومه فاطمه بنت موسى بن جعفر سلام الله عليها معروف بالعراق مدفون بارض يقال لها باخمره في الحله الفيحاء قريه من قرى الحله. اللي دعبل يقول وأخرى ببا خمرة لدى الغربات تنكر لإسمه وفر على وجهه في البيداء وقصته مشهورة لعلي أشير إليها في حلقة من الحلقات صلوات الله عليه وقبره مزار ومشهد في الحلة معروف القاسم ابن موسى بن جعفر صلوات الله عليه الغرض أخذه هارون أخذ موسى بن جعفر وألقاه عند عيسى بن جعفر ابن المنصور يعني ابن عم هارون عيسى ابن جعفر كان واليا من قبل هارون على البصره عيسى ابن جعفر جعفر ابن ابي جعفر المنصور هارون ابن المهدي المهدي ابن المنصور اللي ادعى المهدويه في وقته المنصور لولده المهدي على اي حال في قصه معروفه ما بقت جريمه ما ارتكبوها العباسيون اكثر من انهم يرصفوا العلويين احياء في المباني ويبنون عليهم الاسطوانات اكثر من ان يضربوهم بالسياط على عيونهم فتسيل عيونهم أكثر من أن يضعوهم في مطابق الحديد وفيها المسامير، أكثر من الديباج اللي نفخوا جسمه السيد الديباج بالمنافخ ثم جلدوه بالسياط فتناثر لحمه. ظل العباسيون ناس نكرات مغمورة استلموا السلطة، صبوا جام غضبهم على آل رسول الله، في حين رفعوا شعار الثورة الرضا من آل محمد. علم الثورات يقول الثورة اللي تلصق نفسها بدين تدوم، يطول مدتها وبقاؤها في كرسي الحكم. والسلطة الغرض فأخذه إلى عيسى بن جعفر ثم أمر بدس السم إليه ثم بعد ذلك رفض عيسى بن جعفر فحمله هارون من البصرة إلى بغداد سجنه عند الفضل بن يحيى ثم عند الفضل بن الربيع في قصة معروفة ثم سجنه عند السندي بن شاهك لهذا لا تستغرب في زيارة والدها موسى بن جعفر السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير ذي الساق المرضوض بحلق الحديد صلوات الله عليه. من ذاك التاريخ هذه مرة من المرات سجن هارون الإمام موسى بن جعفر. من أخذه عشرين شوال إذا تتسلسلون وياي أيها الأحبة من عشرين شوال سنة مئة وتسعة وسبعين إلى خمسة وعشرين رجب سنة مئة وثلاثة وثمانين ومعناه ان الامام صلوات الله عليه حوالي الاربع سنوات كان هذه الفتره في سجون هارون حتى اغتيل مسموما صلوات الله عليه على يد السندي ابن شاهك، والسندي شخص يذكره التاريخ كان مجوسيا فاسلم وصار ناصبيا، المسلمون يجمعون على نجاسه الناصبي. ناصب من يعلن عداءه وبغضه لأهل البيت صلوات الله عليهم الغرض فحرمت من والدها ست سنوات عمرها الكريم ولم تر أباها ثم على رأس العاشرة من عمرها فقدت والدها قلنا ولدت 173 فاطمة المعصومة عليها السلام للهجرة وقبض أبوها سنة 183 هاي عشر سنوات مدة عمرها عشر سنوات في حياه والدها، قلنا ورافقته وصاحبته لمده ست سنين فقط، لان هذه الاربع سنين يظهر من التاريخ ان هارون اخذه فيها وسجن في سجونه صلوات الله على الامام الكاظم. اما امها الزكيه صلوات الله عليها ولنا حديث في شانها حتى نعرف كيف نشات فاطمه المعصومه، كيف تربت فاطمه المعصومه؟ واين درجت؟ هذا والدها اللي المفيد يقول كان أعبد أهل زمانه وأكرمهم نفسا وأسخاهم كفا وكان الناس بالمدينة يسمون أزين المجتهدين هذا اللي يذكر عنا إذا قرأ القرآن قرأه حزنا بكى وبكى كل من استمع إليه مكان آخر يقول إذا قرأ القرآن فكأنما يخاطب إنسانا صاحب العلاقة بالله أمها الزكية أم مولاتنا فاطمة المعصومة سيدة جليلة عظيمه من عظيمات مدرسه اهل البيت. هذه السيده تدعى سليل او سمانه وللجواري اسماء عديده طبعا، هذه كانت جاريه ام ولد. هذه سماها رسول الله صلى الله عليه واله نجمه في قصه معروفه، شراها الامام موسى بن جعفر هذه الجاريه في قصه جدا طويله، لا ارد ادخل الان بتفاصيلها. لامه حميده المصفات زوجه الامام الصادق. أم الإمام الكاظم حميدة المصفات وهذه أمهات الأئمة اللي عندنا بالرواية الإمام الصادق يقول حميدة مصفات من الأدناس كسبيكة الذهب ما زالت الملائكة تحرسها حتى أدت إلي كرامة من الله وإلى الحجة من بعدي سموها حميدة الأندلسية من بلاد الأندلس صلوات الله عليها هذه كانت جارية تكتم سليل خيزران سمانة لها أسماء عديدة كانت جارية عند حميدة المصفى والدة الإمام الكاظم رأت في الرؤيا النبي صلى الله عليه وآله والمسلمون يروون حديث النبي من رآني فقد رآني لأن النبي صلى الله عليه وآله لا يتشبه الشيطان به وبأهل بيته في الرؤيا روحي له الفداء رأت النبي صلى الله عليه وآله وهو يقول يا حميدة هي نجمة لولدك موسى فعرفت لان الحديث تتم هي نجمه لولدك موسى وستلد له خير اهل الارض وعنا به الرضا صلوات الله عليه النبي عنا به الامام الرضا لهذا لما افاقت من رؤياها نادت ولدها موسى بن جعفر وقالت له بني هذه هبه مني اليك تزوج الامام موسى بن جعفر صلوات الله عليه تزوج هذه الجاريه وهي تكتم وولدت له هذين العظيمين الامام ابا الحسن علي بن موسى الرضا وولدت له مولاتنا فاطمه المعصومه اللي نحن في ترجمتها في هذه الليالي وفي هذه الحلقات المتواصله صلوات الله عليها. اذا فالامام الرضا والسيده فاطمه المعصومه شقيقان العرب لمن يشاركك في النسب في الاخ يقال اخوك لابيك. من يشاركك في النسب في الام يقال اخوك لامك. إذا شاركك في النسب في كليهما يقال أخوه وشقيقه فاطمة المعصومة أخت الرضا وشقيقته لكن المسافة بينهما كبيرة من باب إثراء البحث أقول السيدة المعصومة قلنا ولدت غرة ذي القعدة واحد ذي القعدة سنة 173 الإمام الرضا ولد صلوات الله عليه في الحادي عشر من ذي القعدة من سنة 148 يعني عشر أيام الفرق المعصومة عليه السلام واحد ذي القاعدة الإمام الرضا 11 ذي القاعدة لكن الإمام الرضا عليه السلام مولود في 148 والمعصومة عليه السلام مولودة في سنة 173 أخته شقيقته لكنها أصغر منه بخمسة وعشرين سنة صلوات الله عليهما طبعا الإمام الكاظم عليه السلام خلف من الأبناء كثيرين أنا حتى لاحظت أقوال عديدة لاحظت حتى بعض المؤرخين يذكرون أن للإمام ستين ولد ولد نقصد أعم من الذكر والأنثى لم يلد ولم يولد القرآن يقول الولد ما ولده أو ما ولد للإنسان أعم من الذكر والأنثى يذكرون مثلا ثلاثة وعشرين ذكرا و وثلاثين بنتا وأقوال عديدة لكن القول الأشهر أنا أذكره إليكم أيها الأحبة وهو قول الإمام لما سأله هارون في قصة معروفة كم لك من الأولاد يا ابن رسول الله الإمام قال له عندي بضع وثلاثون ولدا بضع وثلاثون البضع معروفة حتى القرآن يذكرها هي ما بين الثلاثة والتسعة القرآن شي يقول في سورة الروم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن في بضع سنين البضع فسرت بين الثلاثة والتسعة الإمام صلوات الله عليه على القول الأشهر خلف صلوات الله عليه سبعا وثلاثين أو ثمان وثلاثين ولدا وبنتا يقال أن الإمام صلوات الله عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر ذكرا خلفهم وعشرين بنتا صلوات الله وسلامه عليه طبعا كثرة الذرية هسه واحد يسأل ليش الإمام كثر الذرية لأن شاف العباسيين يريدون استئصال شأفة العلويين وإبادتهم ومحوهم من الوجود لهذا كثر الذرية ما أن طلع من السجن حتى تزوج بجارية أو أم ولد أو كذا ليكثر الذرية وينشرهم في البلاد على أي حال أفضل هؤلاء على الإطلاق السبع أو الثمان وثلاثون ولدا وبنتا الإمام الرضا أبو الحسن الرضا -صلوات الله عليه- الإمام الثامن، عندنا بالرواية الإمام الكاظم كان يجمع أبنائه ويقول سلوا أخاكم علي بن موسى فإن أعالم آل محمد -صلوات الله عليه- وأفضل البنات على الإطلاق هي سيدتنا التي نحن في ترجمتها في هذه السلسلة، سيدتنا فاطمة المعصومة -صلوات الله عليها، أفضل بنات الإمام الكاظم العشرين. زيارتها نص إمام معصوم. ثلاثة من الائمة الطاهرين صلوات الله عليهم يشهدون ان من زارها وجبت له الجنة كما سياتينا في حديث، الامام الجواد يقول من زار قبر عمتي بقم فله الجنة، الامام الرضا يقول لسعد ابن سعد يقول له من زارها فله الجنة، الامام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول فمن زارها وجبت له الجنة صلوات الله عليه، افضل بنات الامام الكاظم على الاطلاق، نرجع لحديثنا صلوات الله عليها عن أمها الزكية يقال لها تُكتم تُكتم طبعا اسم علم أم المعصومة تُكتم اسم علم لكن على وزن فعل مبني للمجهول تُكتم تعلم إلى آخره مو مثل يعلم يكتم إلى آخره لا تُكتم اسم علم ولكنه على وزن فعل مبني للمجهول كان اسما لها علما لها صلوات الله عليه انا راجعت اللغه اللغه حقيقه قاموس المحيط الفيروزابادي غير غيره من كتب اللغه يقول تكتم اسم لبئر زمزم لان يعني جرهم لما صارت الحرب بينها وبين خزاعه في القصه المعروفه كتمت بئر زمزم طمته اخفت معالمه في رؤيا معروفه يذكرها السير ابن هشام ابن كثير ابن الاثير كلهم يذكروها البدايه والنهايه، رؤيا معروفه راها جد النبي الشامخ عبد المطلب صلوات الله عليه عرف الموضع راى رائي يقول له احفر هنا هنا بئر زمزم هنا تكتم فحفرها ووجد البئر وجد بئر زمزم وها هو الى اليوم يشرب منه المسلمون شفاء لما شرب منه النبي صلى الله عليه واله يقول الغرض باللغه العربيه يذكر القاموس القاموس المحيط ان تكتم اسم لبئر زمزم وبه سميت المراه ولهذا كان اسما لوالده الرضا عليه السلام تكتم هاي المراه الجليله اسم وعلم لها تكتم والعرب يسمون كثير من الأسماء الجميلة أيضا للنساء مثل زينب أيضا القاموس المحيط غير الفيروزابادي الصحاح للجوهري تذكر هالمعنى هذا ابن منظور في لسان العرب يقول زينب اسم لشجرة طيبة الرائحة حسنة المنظر المنظر وبه سميت المرأة على أي حال مثل ما زينب تسمى به المرأة تكتم أيضا تسمى به المرأة وأنا لاحظت في الشعر العربي كثيرا ورد هذا الاسم، اسما للنساء وكذا. هذه اسمها تُكتم ولكن النبي سماها نجمة، هذه المرأة هي اللي ربت المعصومة عليها السلام، وذاك أبوها موسى بن جعفر الكاظم باب الحوائج كما أسلفنا في رحابه الكثير في الحلقات الماضية صلوات الله عليه، هو من رباها. التاريخ يذكر عن هذه السيدة الجليلة تُكتم أو نجمة صلوات الله عليها أنها قالت للإمام الكاظم يا ابن رسول الله اختر لي مرضعة تعينني على ولدي. قللها وقل اللبن يعني الحليب نقص؟ ما عندك لبن ترضعيه؟ قالت لا يا ابن رسول الله ولكن قل وردي وذكري. شوف الحرص على الورد وعلى الذكر وهي نصيحه للامهات الحوامل ان لا تجلس على التلفاز وتسمع كل شيء وتشوف كل شيء، تقضي فتره الحمل فتره الرضاع بالذكر والعباده وقراءه القران. في قصص كثيرة للعلماء وأمهات العلماء أنا الآن ما أرد أدخل في غمارها وأخوض غمار هذه القصص على أي حال هذه السيدة هي التي ربت لهذا عدنا في الزيارة وأشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها الأرحام المطهرة أمهات الأئمة طاهرات يكفي هذه السيدة نجمة تُكتم اللي التاريخ يقول لما تزوجها الإمام سماها بالطاهرة لما تزوجها الإمام موسى بن جعفر، ولا يخفى عليكم السيدة الزهراء عليها السلام كانت تسمى بالطاهرة. السيدة خديجة أم المؤمنين صلوات الله عليها وأم الأئمة وأم الزهراء فاطمة اللي النبي يقول وأين مثل خديجة؟ خديجة كان يصفها ويسميها المشركون في مكة بالطاهرة، ينعتوها بالطاهرة. الغرض فالسيده تكتم السيده نجمه صلوات الله عليها كانت تسمى بالطاهره وتكنى بام البنين ايضا هذه ام المعصومه عليها السلام اللي احنا في ترجمتها يكفي هذه الام فخرا وشرفا انها كانت وعاء للامامه ان حملت حجه الله الامام المعصوم صلوات الله عليه وهو ابو الحسن الرضا حملته في احشائها هذه المرأة كثيرة الورد وكثيرة الذكر صلوات الله عليها هذه أم المعصومة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها من هنا إذا واحد يريد يقرأ تاريخ الفاطمة المعصومة عليه السلام يتوقف عند والديها عند أبيها الكاظم عند أمها تكتم أو عند أمها نجمة صلوات الله عليها عند أخيها المعصومة كانت خريجة مدرسة إمامين قلنا تتلمذت عند والدها ست سنوات ثم غيب والدها في الحبوس والسجون أي عاشت عشر سنين من حياتها التي قلنا ثمان وعشرين عاما عشر سنين في عهد والدها من مئة وثلاث وسبعين سنة ميلادها إلى مئة وثلاث وثمانين سنة استشهاد والدها ثم هذه الفترة عاشت في كنف أخيها هالثمانية عشر سنة البقية بعد وفاة والدها عاشتها في كنف أخيها الرضا بل قبل هذا التاريخ كما أسلفنا لأن الإمام أربع سنين غُيب في السجون من عمرها ستة سنوات عاشت في كنف اخيها الرضا اي 22 عاما صلوات الله عليه. الامام الرضا هي تخرجت في مدرسته ومن قبل في مدرسه ابيه الكاظم. الامام الرضا صلوات الله عليه اللي كان وصيا لوالده موسى بن جعفر حتى التاريخ يذكر لما غيب الامام الرضا كان يبيت كل ليله يفرش فراشه بباب دار والده موسى بن جعفر، ولعله نوع من الاستنكار الصامت على السلطه يوم ذاك، ولعله نوع من الحمايه لان البيت كله بنات وحريم والابناء قتلوا وشردوا. في قصه مفصله على اي حال. الامام كان صلوات الله عليه يبيت على باب الدار او يفرش له في الدهليز كما في بعض الروايات. الغرض هذه السيده الجليله صلوات الله عليها تربت عند أبيها الكاظم تخرجت من مدرسة أبيها موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام ثم تخرجت من مدرسة أخيها أبي الحسن علي بن موسى الرضا توقفنا عند أسمائها في حلقات ماضية اسمها وقلنا اسمها فاطمة عليه السلام توقفنا عند ألقابها المعصومة وأخت الرضا وغير ذلك توقفنا عند نشأتها يسرني أن أقف عند عبادتها هذه اللي والداها بهذا المستوى العبادي لا تعجب من عبادتها وسيأتيني الحديث عن وفاتها ورحلتها إلى قم وأتحدث عن قم وكيفية وفاتها وكيفية محاصرة قافلتها في حلقة لاحقة بإذن الله إن شاء الله الغرض عرفت بتبتلها وعبادتها لا غرو ولا عجب إذا أمها حريصة على الذكر والعبادة بالمستوى تقول له اختر لي مرضعة لبعلها الكافر سلام الله عليه أبوها صاحب السجدات الطويلة وتحدثنا عن عبادته هذول سليلي مدرسة العبادة هذول خريجو مدرسة العبادة إلى الآن البيت الذي سكنت فيه فاطمة المعصومة سبعة عشر يوما مذ دخلت قم من ثلاثة ربيع الأول إلى عشرة ربيع الثاني ويقال أن وفاتها 12 عشر ربيع الثاني يعني إما سبعة عشر يوم أو تسعة عشر يوم سكنت فيه إلى الآن البيت ماثل للعيان يقال له بيت النور في محلة معروفة في قم وأنا زرت وكلما أذهب إلى قم أذهب إلى هذا المكان أصلي فيه تيمنا وتبركا بهذا الموضع بهذا المكان الشريف اللي بنت رسول الله سبعة عشر أو تسعة عشر يوم فيه قضت أيامها بالعبادة إلى الآن المحراب اللي كانت تجلس فيه وتتعبد فيه فاطمة المعصومة موجود في محلة معروفة مشهورة بقوم يقال لها ميدان مير أكو هناك مدرسة يقال لها ستية على أي حال وأنا في كل الحلقات أذكر حتى عن المشاهد في مصر محمد بن أبي بكر وغير ذلك مالك الأشتر في حلقات سابقة تحدثت و... وتح... وأخبرت المشاهدين عن مشاهداتي وزياراتي فإحنا أينما نذهب حقيقة في دراسة أو مسحة لضريح ومزار من المزارات نحدث الناس عنا لأن النبي صلى الله عليه وآله حبب إلينا زيارة أهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين والأئمة حببوا إلينا زيارة أضرحتهم هذا الصادق عليه السلام وسأحدثكم في حلقة مستقلة عن زيارة المعصومة من زارها فله الجنة أختم حديثي بما بدات فيه بما بدات به الروايه عن الامام الصادق صلوات الله عليه ان لله حرما وهو مكه وان لرسول الله حرما وهو المدينه وان لامير المؤمنين حرما وهو الكوفه وان لنا اهل البيت حرما وهو بلده قم ثم أردف الإمام قائلا صلوات الله عليه وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة فمن زارها وجبت له الجنة رحم الله الشيخ القمي شيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان صاحب سفينة البحار صاحب الكتب الكثيرة الجليلة شيخ عباس القمي منتهى الآمال يذكر يقول ان الإمام الصادق قال هذه الكلمة حتى قبل مولدي ابنه الإمام الكاظم وهذه انباء الغيب اللي كانت عندهم هذا اللي ينتهي الى علم امير المؤمنين وعلمه ينتهي الى علم رسول الله صلوات الله عليه، هذا الحديث هو بحد ذاته يحتاج الى اكثر من محاضره بلمحه بدقيقه ابين اسمحوا لي الامام يشير الى ان قم حرم لأهل البيت صلوات الله عليهم، هاي إشارة نتوقف عند معاني الحديث، الشيء الثاني الجانب الغيبي أن الإمام يتحدث عن شيء ما كان كما النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن المهدي وعن ظهور الدجال والسفياني في آخر الزمان وهي كلها انباء اخباره بالمغيبات فصل ابن ابي الحديد عنده في شرح النهج اخبار امير المؤمنين بالمغيبات هذول علومهم من رسول الله اهل البيت صلوات الله عليهم اجمعين من هنا تلاحظون الجانب الغيبي في الخبر ففاطمة المعصومة لم تولد وأبوها كما ذكر القمي ما مولود والإمام الصادق يشير إلى ولادتها ثم الإمام صلوات الله عليه يشير بولادتها ويذكر ولادتها ويذكر حتى اسمها صلوات الله عليها وستدفن فيها امراه من اولادي تسمى فاطمه يذكر اسمها ويذكر مدفنها العجيب والامام في المدينه وقم بلده في ايران والامام الرضا والامام الصادق في المدينه المنوره على بعد الوف الاميال والفراسخ نلاحظ ايها الاخوه هذا معنى نتوقف عند الحديث حقيقه توقف امعان بعد ذلك الإمام أكثر من هذا مو بس يذكر المدفن ويذكر إسماء ويذكر يذكر لنا ثواب زيارتها صلوات الله عليها الإمام يقول تسمى فاطمة فمن زارها فله الجنة كتبنا الله وإياكم أيها الأحب المشاهدين من زوار فاطمة المعصومة ومن زوار أهل البيت ومن محبيهم نختم هذه الحلقة بهذا المقطع الكريم من زيارتها يا فاطمة اشفعي لي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم أحبة المشاهدين أينما كنتم حيثما كنتم ورحمة الله وبركاته